فواجب علينا حتى نصد شر هؤلاء أن نتعلم التوحيد، حتى ندفع شوبها وخطر هؤلاء المبتدعة من الرافضة وغيرهم. وعلينا أن نكون ملتفين حول ولاة أمرنا، وأن نبين ما بينه الشرع لهم من حقوق على المنابر وفي المجالس وفي وسائل التواصل، وأن نأخذ من علمائنا الكبار وأن ندعو الله عز وجل لهذه البلاد ولسائر بلاد المسلمين أن يحميها من شر هؤلاء.